بدي احكي لكم الحكايه امبارح وانا جاي على العيد صارت معي قصتين حلوين، اسمعوا هاي. وانا جاي على العيد معي واحد بخوف كثير، وقفني على الطريق وقال لي وين رايح انت ولاد؟ جيت مين انت؟ لك انا الشيطان ابو الشياطين ملك الابرسه كلها. خوفني وشو بدك مني؟ ولا وين رايح معدي بهالليالي؟ رايح على العيد. ليش العيد بنروح عليه؟ لا بس انا بروح على العيد لان في عندي شغله كثير مهمه. وشو هي مهمتك بالعيد؟ ايوه انا بروح حتى يذبحوني بالعيد. شو؟ رايح تنذبح بالعيد؟ لك شو انت اهبل يعني؟ انا شو اهبل؟ يعني كيف رايح العيد تنذبح وانت فرحان ومبسوط؟ يا عيني انا من لما حكولي من زمان جدي زمانه انذبح مشان نبي اسمه اسماعيل عليه السلام. شو هالحكي؟ عجبك ولا ما عجبك؟ لا ما بصدق هاي معقول واحد فرحان ورايح ينذبح وعم يطلع جدك اللي صار له من 1000 سنه ميت لاني ذبح بدال النبي؟ طبعا بروح ذبح بدال النبي زمانه سيدنا ابراهيم عليه السلام شاف بالمنام انه عم يذبح ابنه اسماعيل وثاني يوم راح ليذبح ابنه فطلع له الشيطان وما خلى يروح بل يحاربه يضربه للشيطان 3 مرات بالحجر. وقف وقف هي القصه بعرفها. ها احكي لنا شو هلا جدي بزمان الشيطان شاف نبي من انبياء الله رايح لحتى يذبح ابنه حتى يسمع كلمة رب العالمين بس جدي حاول ما يخليه وحكى معه وضربه بالحجر أول مرة وثاني مرة وبعدها راح حتى يذبح ابنه. أيوة هذا اللي صار وبعدها رب العالمين بعت له جدي الخروف لسيدنا إبراهيم قام انذبح بداله مشان هيك نحن كل سنة بذبحونا على العيد بدال سيدنا إسماعيل ونحن بنفتخر إنه نحن عم نذبح بدال النبي، نحن عم نقدم أرواحنا على شيء ما هو رخيص أبدا لأن نحن ارتفع اسمنا بين الناس إنه نحن كنا ضحايا من شان النبي، مشان هيك سموا العيد اسمنا عيد أضحى، وأنت شو سموا اسمك؟ أنا سموا نار الجنة باسمي. يعني مبسوط؟ طبعا انا بروح بكره على الجنه ورب العالمين بيغفر لنا ذنوبنا وبدخلنا على الجنه بس انت وين بتروح؟ انا بدي اروح على الشيطان اصلا انا بحب الدفن بحب النار كثير. هلا انت ليش موقف في طريق؟ انا بدي اروح اكمل على العيد. ما بخليك تروح على العيد ما بروحها جدي ما لحقه بزمانه بس انا هالسنه ما رح خليكم تندبحوا رح تخالفوا الاوامر اللي نزلها رب العالمين حتى تروحوا كلكم معي على النار. ايوه بس ما بتعرف انه نحن في عنا سر بنخليك تهرب مننا بسرعه؟ وشو هو؟ مبيني بتعوز منك بتهرب. هذا شو؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لك لا 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 حرقتني حرقتني اخواني نحن لازم نضحي بانفسنا وبعلمنا وبجهدنا حتى نكون ناس صالحين ومطيعين ونشتغل حتى نبني هذا البلد. موافقين هالكلام؟